السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الكمين بتوع الجاكيت الخريفي اللي أنا كنت عاملاه في الفيديوهين اللي فاتوا. أنا عملت الظهر والمردين، فاضل الكمام. هبتدي معاكم إن شاء الله الكمام دلوقتي. طبعا عندي الخيط، بتجي أعمل سلسال وبقيس حوالين المعصم حسب الوسع اللي انت عايزاه، عايزة المعصم ضيق عايزة وسع، على حسب رغبتك. بنبتدي بنعمل عدد من السلاسل وبنقيس على المعصم، بس خلينا فاكرين عدد السلاسل عشان نعمل الكم التاني. زي بعمل عقدة البداية وبعد كده بعمل عدد سلاسل، اجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمل. عملت 44 سلسال عشان انا مش عايزاه وسع قوي ولا ضيق قوي، يعني معقول كده زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. طبعا كل واحد حسب ما هو عايز وسع المعصم، لو عاوزاه اوسع بتوسعي، عايزاه اضيق بتضيق. ببتدي بعد ما عملت 44 سلسال بحط صبعي عند اخر سلسال عملته، بحط صبعي عند اخر سلسال عملته، برتفع 3 سلسال، 1 2 3، وببتدي اعمل غرزتنا اللي هي بعمل عمود بلفة، 2 سلسال، باخد لفة وانزل في نفس سلسال تاني اعمل عمود بلفة. بدأت كده حرف الفي، ببتدي حرف الفي على طول، بخش على طول في حرف الفي، مش بعمل الفراغات اللي انا كنت عاملاها في المردين والظهر. ببتدي الكم على طول، يعني انا طالعه بالكم الغرزة على طول، مش بعمل ما بينها فراغات. باخد لفة وبفوت 2 سلسال، وفي التالت بعمل سلسال، بعمل في السلسال التالت بعمل عمود بلفة، 2 سلسال، ادي سلسال بالراحة كده عشان الخيط ما يطلعش منك، 1 2، وباخد لفة وانزل في نفس السلسال اعمل عمود بلف. يبقى انا كده عملت حرف الفي التاني، اجي اول حرف الفي فوت 2 سلسال عملت حرف الفي التاني، باخد لفة وفوت 2 سلسال، وفي التالت سلسال بعمل عمود بلفة، باخد لفة واعمل عمود بلفة، 2 سلسال، اجي 1 2، واخد لفة وانزل في نفس السلسال اعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت حرف الفي التالت نفس الشكل كده، باخد لفة واروح افوت 2 سلسال، وفي التالت اعمل عمود بلفة، 2 سلسال، 1 2، واخد لفة واعمل في نفس المكان عمود بلف. يبقى انا كده كونت حرف الفي، وافضل طبعا ماشي على السطر كله نفس الطريقة. بعمل باخد لفة وبفوت 2 سلسال من تحت من السلاسل اللي انا عاملاها، اجي سلسال 2، وفي التالت بدخل اعمل عمود بلفة، 2 سلسال، باخد لفة وانزل في نفس سلسال تاني اعمل عمود بلف. طريقة كده بكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة، بفوت 2 سلسال واعمل حرف الفي، بفوت 2 سلسال واعمل حرف الفي لغاية ما بوصل للنهاية، هخلص السطر وارجع لكم. وصلت لاخر السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، عملت اخر السطر عمود لفة، برتفع 3 سلسال، 1 2 3، وباخد لفة على الابرة وبلف الشغل، هيقابلني اول فراغ اللي هو بتاع الغرزة حرف الفي، الفراغ اللي في النص بدخل بعمل حرف في، بعمل عمود بلفة، 2 سلسال، وباخد لفة وانزل في نفس الفراغ اعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت حرف في على حرف في، دي الغرزة بتاعتنا اللي احنا عاملين بيها الجاكت. باخد لفة واروح حرف الفي اللي بعجيه على طول، بدخل في النص واعمل عمود بلفة، 2 سلسال، واخد لفة وانزل في نفس الفراغ اعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح للفراغ اللي بعجيه على طول بعمل حرف الفي،
اللي بعجيه على طول، بدخل في النص بعمل عمود بلفة 2 سلسال، واخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة. احنا شايفين كده، باخد لفة وادخل في حرف الفي اللي بعجيه عمود بلفة، بعمل 2 سلسال، واخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح للحرف الفي اللي بعجيه اعمل عمود بلفة 2 سلسال، واخد لفة واعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح للحرف الفي اللي بعجيه بعمل عمود بلفة 2 سلسال، باخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح للحرف الفي اللي بعجيه اعمل عمود بلفة 2 سلسال، باخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة. ده شكل الغرزة. بكمل طبعا نهاية السطر بنفس الطريقة، عمود بلف في نص حرف الفي 2 سلسال، واعمل عمود اكمل حرف الفي بالشكل ده، باخد لفة وادخل في حرف الفي اللي بعجيه اعمل عمود بلفة 2 سلسال، باخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح حرف الفي اللي بعجيه اعمل عمود بلفة في النص، بعمل 2 سلسال، باخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة، بكمل وبرجع بنفس الطريقة. وصلت لنهاية السطر، عملت اخر حاجة عمود الارتفاع للحرف، برتفع 3 سلسال، 1 2 3، باخد لفة وبلف الشغل، واول حرف في قابلني بدخل في النص وبعمل الغرزة بتاعتي اللي هي حرف الفي عمود 2 سلسال، وبنزل تاني في نفس المكان اعمل عمود بلفة، باخد لفة واروح على حرف الفي اللي بعجيها في النص، ادخل اعمل حرف الفي اجي عمود بلفة 2 سلسال، وارجع تاني اخد لفة وادخل في النص اعمل عمود بلفة. طبعا بفضل رايحة جاية بالطريقة دي كده. طبعا احنا هنا ده المعصم من قدام، طبعا هنا رفيع، هنا اضخم، هنا اضخم، طبعا واحنا طالعين بنعمل تزايد. ده وسعه، ده وسع المعصم، بشتغل دورين تاني او تلاتة، وبعد كده بعمل تزايد من الجنب ده وتزايد من الجنب ده، واطلع كام دور، وبعد كده اعمل تزايد لحد ما بوصل للوسع بتاع البوت، وبعد كده بحرد البوت. طبعا انا هشتغل الكم وهعمل تزايد، طبعا كلنا عارفين التزايد، انا هعمل كام سطر وهرجع اعمل معاكم. طلعت كام دور كده بالكم زي ما احنا شايفين، هنيجي نعمل تزايد. طبعا انتي بتحددي وانتي طالعه، كل ما تطلعي جزء بتقيسي الجزء الاضخم وتحددي ان انتي هتزودي هنا ولا لا. انا هنا وصلت ان انا ازود، بتجي على الحرف، وصلت طبعا اخر عمود عملته، برتفع 3 سلسال، 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، واخد لفه وانزل على نفس العمود تاني اعمل عمود بلف، يبقى انا كده عملت التزايد. يبقى انا وانا راجعه لما اشتغل الغرزه اللي انا عملتها وسلاسل الارتفاع بفوت 2 سلسال، واجي على التالت بعمل عمود، يبقى انا كده كونت حرف الفي، اعطيت تزايد للكم، وهفضل رايحه جايه عليها. الكم طبعا هيوسع معايا لاني انا بعمل الناحيه التانيه نفس اللي عملته ده هعمله هنا. بكمل السطر، بدخل على الحرف الفي اللي هيقابلني بعد كده، بعمل عمود لفة 2 سلسال، وباخد لفة وانزل في نفس حرف الفي اعمل عمود بلفة، باخد لفة وكل حرف في قابلني بشتغل الغرزة بتاعتي عادي خالص لحد ما بوصل للنهاية بتاعة السطر، وبعمل التزايد من الجنب التاني وانا راجع، بعمل 2 عمود بينهم 2 سلسال، باخد لفة وادخل في نص حرف الفي واعمل عمود بلفة 2 سلسال، باخد لفة وادخل اعمل عمود بلفة، يبقى عند التزايد اهو. هكمل السطر قبل التزايد هوصل ارجع لكم. وصلت هنا لنهاية السطر بعد ما عملت التزايد في اول السطر، وكملت السطر للاخر قبل العمود اللي هو سلاسل الارتفاع، باخد لفة وبشتغل عليها عمود
وبعمل 2 سلسال وباخد لفة وانزل على نفس العمود تاني اعمل عمود. يبقى انا كده كونت حرف في زي اللي عملته في الاول اللي هو ده التزايد من ناحيتين نفس الشكل كده. يبقى انا كده عملت التزايد بتاعي برتفع 3 سلسال 1 2 3 وباخد لفة وبلف الشغل وهيقابلني حرف الفي او اللي انا اشتغلته التزايد بدخل في النص واعمل العمود بلفة 2 سلسال واخد لفة وانزل في نفس العمود اعمل عمود بلفة واجي شكل التزايد بتاعي. يعني بعد ما عملت الحرف الفي طلعت 3 سلسال وانا طلع اجي في تزايد اهو تاني حرف الفي عشان احنا دلوقتي بنحدد السلاسل الارتفاع عشان الكم يطلع معانا ستريت كده بنعمل 3 سلسال وبعد كده بشتغل حرف الفي عاجي وبكمل السطر لحد النهاية. طبعا انا بادئه من هنا التزايد بحط ماركر عشان ابقى عارفة لما اجي اعمل الكم التاني يعني ابقى عارفة ان انا هنا التزايد بادئه من هنا عشان يبقى الكمين قد بعض مفيش كم يطلع اقصر من كم يبقى بنفس الطريقة دي كده. يبقى انا كده من هنا بدأت التزايد لما اعمل الكم التاني بكمل طبعا سطرين عاجي باخد لفة وبخش على الحرف الفي اللي هيقابلني بخش في النص واعمل عمود لفة 2 سلسال باخد لفة وانزل في نفس العمود اعمل عمود بلفة بالشكل ده باخد لفة واروح للحرف الفي اللي هيقابلني بعمل عمود بلفة 2 سلسال باخد لفة وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفة باخد لفة واكمل نهاية السطر بنفس الطريقة مش هعمل اي تزايد تاني عشان كام سطر كده. انا كده عملت اول تزايد اهو في الكم بطلع وبقيس طبعا تاني بلبس بقفله كده وبقيس على الدراع وحسب المكان الاضخم بروح عامله تزايد تاني وحط ماركر لحد ما بوصل لحردة البوط. طبعا انا كده اعطيتكم فكرة التزايد فطبعا كل كام دور هنعمل تزايد لحد ما نوصل للوسع البوط اللي احنا عايزينه وبعد كده بنحرد البوط. واجي الكم بعد ما عملت جزء كبير فيه وحردته ده الجزء اللي بدأت معاكم في الفيديو وانجي التزايد اول تزايد عملته معاكم وبعد كده بقيت اطلع جزء وعمل تزايد واطلع جزء وعمل تزايد لحد بوصل لوسع البوط اللي انا عايزاه. عملت تزايد حوالي 4 تزايد في الكم زي ما احنا شايفين تزايد وجيت بعد اخر تزايد اشتغلت كام صف وبعد كده حردت الكم من الجنبين زي ما عملت في الجاكيت قفلت زي نفس المقاس بتاع الجاكيت من هنا ومن هنا وبعد كده بقيت اعمل تناقص طول ما انا طالعه اعمل تناقص واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا لحد ما بوصل للجزء ده. طبعا بعمل الكمين زي بعض انا كده خلصت كم وفاضل كم لما بقفلهم كده على بعض ده شكل الكم زي ما احنا شايفين ده شكل الكم ده هنا من عند المعصم الوسع بتاع المعصم. طبعا بمشي هنا برضو بوردة البيكو اللي مشيت عليها في الفيديو اللي فات على الجاكيت بعمل هنا نفس اللي عملته على في الجاكيت بعمل غرزة البيكو وطبعا بسد الجنبين بس لما بعمل الكم التاني الاول عليه بالظبط نفس المقاس مش بزود ولا بنقص واجي التناقص الحردة بتاعت الكم ده شكلها. طبعا بعد ما بنحرد بنفضل نشتغل ونتناقص لحد ما بوصل للجزئية دي وبقيس على الكم على البوت بتاع الجاكيت نفسه. يعني بجيب الجاكيت اجي البوت الكم واجي البوت بتاع الكم بجيب الجاكيت اجي البوت بتاع الجاكيت ولازم يبقوا قد بعض عشان وانا بركب يبقى مفيش حاجة زيادة ولا ناقص. وانا بعمل بقيس كل ما بطلع جزء بقيس عشان اطلع المقاس مظبوط زي ما احنا شايفين المقاس اهو بتاع الكم بالظبط. طبعا بعد ما بخلص الكم التاني بمكن مع الظهر بالغرزة المنزلقة زي ما عملت الجنبين وزي ما عملت الكتف وده هيبقى شكل الكم بعد ما يتركب.
هركب طبعا، هقفل من هنا واقفل الجنبين الاول، وبعدين اقفل الباط، الباط على الباط، واعمل الكم التاني بنفس الكم ده، ونركبهم ان شاء الله، وارجع لكم بعد ما اخلصه وجي فكرة الكم وجي طريقة الكم. ان شاء الله نعمل كم تاني زي ده بالظبط ونركبهم ونرجع لكم. واجي الجاكيت بتاعنا بعد ما عملت الكم وركبته، اجي الكم بتاعنا وركبته في شكله، واجي الطول بتاعكم، عملت الفستونات بتاع الحرف بتاعه البيكو زي ما عملت على المردين، غرزة البيكو طلعت بيها طبعا كل الجاكيت والديل من تحت بشكلها. اجي المردين احنا شايفين، واجي الرقبة من ورا القفا، واجي الغرزة الحاردة بتاعتنا، مشيت كل ده بيكو زي ما احنا شايفين، نزلت بيكو لحد زي ما احنا شايفين كده، نزل كل ده بيكو، والديل من تحت ده ديل الجاكيت من تحت برضو على بيكو، شكل الجاكيت من تحت. دول اول اربع صفوف اللي انا عامليهم واسع، وبعد كده طلعت بالغرزة على طول بدي الشكل ده، والظهر نفس النظام، ودي شكل الجاكيت والكمين بعد ما تركبت. اجيكم واجيكم، وده الجاكيت بتاعنا، فكرته سهلة والغرزة سهلة وبسيطة، اتمنى يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي كومنت ولايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.